listen to اللي هو كان بعنوان الدينجرز اوف الكتريستي. بس الاول اتكلمنا على اهميه الالكتريستي ان هي كوك اند بريزرف ذا فود لايتنينج اوبريتنج ماشين اللي موجوده في الايه في الهاوس زي كذا وكذا الى اخره. ورجعنا تاني تركيب الباتري اللي هو البوزيتيف والنيجاتيف والباتري والالكتريك واير والالكتريك لام. وقلنا لو قطعناها مش هتوصل لان لازم تبقى الالكتريك سيركت يا جماعه از كلوزد اللي هو لازم اكتبها في الديفينيشن كاول كلمه. It's a closed and continuous path for the electric current which move like complete cycle. قلنا يا جماعه قسمت لي الكهرباء المواد زي الهيت بالظبط لنوعين electric conductor والالكتريك insulator. دي allow ودي don't ايه allow. اللي احنا يا جماعه قلنا لو تفتكروا ان انا اقدر اقول الدينجرز نوعين. في indirect لما اكون واقع بعد الشر من على ايه من على الليدر واكون حصل لي الكتريك شوك فرجلي هتتكسر. دايركت ثلاثه اخذناهم على حصتين. ايه الدايركت ايه دينجر الاولاني اللي هو الالكتريك فاير اللي هو بيحصل بسبب ان الالكتريك ماشين بتستخدم كتير فالتمبريتشر بتاعتها تزيد فيحصل الفاير. الريزونز ثلاثه ايه هما؟ ان بوت ان الكتريك ديفايس ويتش جينيريت هيت زي اللام والالكتريك هيتر والايه والايرون قريب من ماده فلامبل. فلامبل يعني ايه؟ ماده قابله للاشتعال هتولع. احط اجهزه كتير ان ذا سيم سوكت نوت ديسكونكتنج يعني عدم فصل الالكتريك ماشين ويتش جينيريت هيت. اطفيها عن طريق ساند ولا ووتر؟ اخذناه في الالكتريك فاير. الالكتريك تشوك ده عباره عن واحده من الدينجر اوف الكتريستي بتحصل لما الالكتريك يمشي جوه الايه الهيومن بودي. وقلنا ان الموضوع ده يا جماعه بيحصل ازاي؟ ان احنا جسمنا جود ولا باد؟ جود اللي هو قلنا الكتريك كوندكتور اللي هو حضرتك بسبب ان جسمك فيه 70% ووتر فحولت جسمك من باد لي جود. طيب يا مستر هو ده يعمل ايه حضرتك؟ قلنا يا شباب ده يخليك تحس بالكهرباء او تتكهرب يعني يحصل لك الكتريك تشوك ان الكهرباء تعدي فيك. هل كل الالكتريك تشوك واحده؟ قلنا لا مختلفه على حسب حاجتين. نمبر 1 التايم. التايم هو ذا الكتريك كارنت باس ثرو ذا هيومن بودي. الكهرباء عدت في جسمك قد ايه؟ ثانيه، ثانيتين، دقيقه. السترينث قوه الكهرباء. قلنا الخط اللي في الشارع غير اللي داخل العماره، غير اللي داخل الشقه، غير اللي داخل الجهاز. كل شويه الالكتريستي حظك ده لسه ما بدتش جديد، اتفضل. الالكتريستي بتختلف من مكان للتاني. قلنا الريزونز او الاسباب جزء من جسمك ماسك نون انسوليتنج واير والباقي على الارض. جزء من جسمك ماسك نون انسوليتنج واير والباقي على جود كوندكتور ماتيريال. الثالثه ان انت لو لعبت بالنون انسوليتنج ايه واير. الاحتياطات لو تفتكروا قلنا الاسيسيوز اللي هو لو لا قدر الله حد حصل له الكتريك شوك لازم اعمل الحاجات دي، اعمل له انسوليت افصله باي باد كوندكتور ماتيريال زي الايه بلاستيك او وود. كول الفيزيكيان اللي هو الايه الطبيب immediately. اوبن ذا تايت كلوزز اللي هو يا جماعه افتح الملابس الضيقه تو هيلب ان بريسنج. نمبر 4 اكتيفيت الهارت عن طريق بوش ذا ايه ذا ايه ذا شيست كافيتي. والاخيره اللي هو الارتفيشال ايه بريسنج. استاذن حضراتكم بقى نركز بزياده. مستر مستر في الحاجه مش مستر اسف التاخير. ولا يهمك يا حسين لسه لسه هنبدا شرح بس رجعنا احنا بنراجع في اول ربع ساعه اللي اخذناه الحصص اللي فاتت. مستر في الحاجه معلش اتفضل. اتفضل يا يوسف.
مستر، هو احنا هنمتحن ان شاء الله على الالكتريك الدرس الثاني ليسون 2. المرة الجاية ان شاء الله، مش في الحصة، بره. يعني احنا امتحنا على ليسون 1 وهنمتحن على ليسون 2. ماشي. ايوه، الالكتريك بيرن يا جماعه يعني ايه يا مستر الكتريك بيرن؟ الالكتريك بيرن ده يا شباب اللي هو الحرق الكهربي، ركز عشان تفرق. الاولانيه كان اسمها الكتريك فاير او حريق، الثانيه اسمها الكتريك بيرن، ها هيبقى حرق كهربي. طب ركز، حرق كهربي ده اللي هو حضرتك الكهرباء تحرق جزء من اجزاء جسمك، وهنعرف ازاي. طبعا الصوره اللي قدامك دي انا عذرا ليها، دي اقل صوره على فكره. يعني طبعا لما عملت الكتريك بيرن وكده سيرش كان في صور بشعه، فانا جبت اقل صوره اللي هي دوب حاجه بسيطه خالص. ركز كده حضرتك. الالكتريك بيرن يا جماعه the are the burn which result from electricity، بتيجي من الكهرباء. ايه ده؟ هو في حرق ممكن يجي مش من الكهرباء؟ لو حضرتك لو انت ماسك مثلا الولاعه بتاعه البوتاجاز فلمست ايديك، الجلد بتاع ايديك هيفضل زي ما هو ولا هيتحرق؟ طب الالكتريك بيرن دي جت المره دي منين؟ من الالكتريستي ولا من الفاير؟ من الالكتريستي. فاهمين يا جماعه؟ يبقى مش السبب الاساسي بتاعها الالكتريستي. او انت زي الحمار مثلا رايح، لا مؤاخذه يا عمر، رايح على الاكل اللي على النار، رحت ماسك الحله، ايه اللي هيحصل لنا يا احمد؟ هل هنفضل زي ما احنا؟ ايدينا بقى طبعا هتبدا بلسع، وممكن لو طولنا شويه وحضرنا الحله ولا حاجه ممكن نتحرق. مستر انا مره يا مستر بعد الشر يعني لمست الحته اللي ورا البوتاجاز دي، ايدي اتحرقت. تمام، ركز. اتفضل. الالكتريك بيرن يا جماعه تاني دي عباره عن بيرن، حريق، حرق بيحصل بسبب الالكتريستي وبيعمل ايه؟ بيعمل دامج. حد يعرف دامج يعني يصلح ولا يبوظ؟ يبوظ. معانا يا مروان؟ صح. البيرن بتعمل دامج للهيومن تيشو، يعني تبوظ انسجه الايه؟ الجسم. الجسم طبعا بعد الشر مش هيبقى سليم. السؤال، هل المكان اللي انا عامل عليه دايره ده كده يا جماعه زي الصبع اللي انا عامل عليه، هل اكس زي واي؟ لا، اكس بايظ، واي طبعا مش ايه؟ مش سليم. ايوه، صباح الفل. طيب بالراحه كده، الريزونز، الاسباب، عندنا ثلاث اسباب. اول حاجه ان قال لك يا جماعه ان انت تتعرض للالكتريستي دايركت. بس لسه ما كملتوش، بس مش مشكله. قال لك يا جماعه انت لو لمست الكهرباء دايركت، الكهرباء بالبلدي كده هتلسعك. تاني، when your body touches the electric source directly. directly يعني يا جماعه مباشره، اللي هو كميه الكهرباء كبيره. قال لك يا جماعه الكهرباء هتبوظ ايديك، تعمل لك بيرن. من شاطر يفكر معانا، يبقى هنا ايه بسبب ايه؟ يبقى ايه اللي حصل لنا؟ الكتريك ايه؟ بيرن. مين يرفع ايديه بسبب ايه؟ هو دي اسمها ايه اللي انا كنت بعملها المره اللي فاتت؟ هو لو حطيت ايديا في الكهرباء يحصل لي الكتريك شوك. برافو عليك. ايوه، ان الواحد ممكن يحصل له الكتريك بيرن بسبب الالكتريك ايه؟ شوك، ان هو لمس الكهرباء دايركتلي، فلما لمس الكهرباء دايركتلي اذته. طيب تعالى كده نشوف واحده ثانيه بسبب حاجه ثانيه. كلنا فاكرين المنظر ده، احنا قلنا لما نحط كهرباء كميه كبيره ممكن يطلع لي، لو تفتكر، سبارك بالعربي اللي هي شراره. حد شافها في اللي قاعدين قدامي؟ تمام. حد شافها يا جماعه في الاونلاين يعمل ريز هاند؟ تمام، ماشي، تمام. لو حضرتك ممكن وانت بتحط الفيشه تلاقي شراره كده من الجنب، صح؟
ربنا مستر ما حصلتليش يا مستر، ما حصلتليش قبل كده. ربنا ما شرارة كده صغيرة، ربنا سبحانه وتعالى بيحميك انها بتبعدها عنك الحمد لله، يعني ان انت بتكون رفعت ايديك بسرعة. لكن لو لا قدر الله ماسك الفيشة ومستمر وراح تشرارة دي لمساك، ده اللي يحصل لك يا جماعة اللي هي الالكتريك ايه بيرن. يبقى الالكتريك بيرن هنا حصلت بسبب السبارك. طيب التالتة اللي تعتبر جماعة معلش تافهة خالص بالنسبة لهم اللي اخدناها قبل كده، اللي هو حضرتك لو جبت الكتريك ديفايس جنريت هيت ولمسته، اظن احنا عارفين الالكتريك ديفايس ويتش جنريت هيت زي الكتريك ايرون اللي هو الايه المكوى ايه الالكتريك هيتر السبوت لايت، واقلهم طبعا هو السبوت لايت. السبوت لايت يا جماعه اللمبه مش لدرجه ان هي تحرق ايديك يعني، لكن حضرتك لو رحت للمكوى ولمستها بالغلط وهي على اعلى درجه حراره، هل ايديك هتفضل سليمه؟ طبعا لا. يبقى تاني الدرس ده عايز مني ورقه وقلم، وانا بذاكر ورقه بقلم وبحفظ. النهارده الالكتريك بيرن دي عباره عن البيرن ويتش ريزلت فروم ذا الكتريستي ويتش كوز، هتسبب الدامج. يعني ايه دامج؟ دمار، هلاك، بوظان. الدامج ايه؟ وبادي تيشو. اسبابه ثلاثه، ان انا اتعرض للالكتريستي دايركتلي، ان انا المس سبارك تاتش سبارك، ان انا المس الكتريك هيتر او الكتريك ماشين ويتش جنريت هيت. حاجه صعبه يا جماعه. طيب البريكويشن، ركز يا ماركو سيبها تركز. البريكويشن اللي هي الاحتياطات، تعال نبص كده يا جماعه الكلام اللي احنا اخدناه قبل كده هنعكسه. يعني مثلا الصوره اللي قدامك دي اخدناها قبل كده فين؟ في الالكتريك فاير. احنا قلنا الريزون، مين يشرح كده يا جماعه يرفع ايديه يقول يا لامار. ايه الريزون اللي قدامك يا لامار؟ I'm placing an electric machine that generates heat near to a flammable material. يبقى لو جيت قلت لك ايه الاحتياطات اللي انت لازم تعمليها؟ هل تخليها جنبها؟ لا ابعدها. تمام، يبقى اعمل كده اهوت جنبها اكس، ولازم احط في الكلام كلمه ايه في الاول؟ Not putting the electric machine which generates heat near to flammable material. تمام كده يا جماعه؟ ايه؟ نوت ان يا حبيبي كده خلاص. معلش الحته اللي طالعه دي، من شاطر يقول لي ايه دي وكانت بتعمل ايه؟ اتفضل يا مروان. ازاي يا فاير؟ ازاي يا مروان؟ كنا بقوله هنا ايه؟ ايه الريزون اللي قدامك ده؟ بلاجينج. برافو. الكتريك ماشين فروم 1 سوكت من فيشه واحده، هتحط في الاول كلمه نوت او بريفنت. ممنوع ان انا اعمل ايه يا جماعه؟ بريفنت بوت مور ذان الكتريك ماشين فروم 1 ايه سوكت. يبقى انا كده هحمي نفسي من الالكتريك فاير. جنى صحصحي يلا بينا، دي ما اخدناش قبل كده بس تقدر توصفها. نشوف كده حد من اللي رفع ايده في الاونلاين. هنا السكري، هنا الشخص اللي ماسك حته ايرن وهيحطها في الايه في السوكت ده يا استاذه هنا، ده كده صح ولا غلط؟ غلط. هو هيحصل له ايه هنا؟ هيتكهرب. اللي هي اسمها الكتريك ايه؟ الكتريك شوك. يبقى انا كده هعمل اكس واقول كلمه ايه؟ نوت بوت كوندكتور ماتيريال ان ذا سوكت او ذا سورس اوف الكتريستي، يعني ما احطش حاجه بتوصل كهرباء في مصدر الكهرباء. ناخد اللي بعد هنا، ابو وافيه. تعالى بس قول لي ايه الغلطه هنا يا ابو وافيه؟ اللي
انه استعمل الحاجات بالكهرب كوندكتورز. هو ايدين مالها؟ تعرف الايدين دي مالها؟ مبلول. مبلوله تمام. ويت هاند، ايد مبلله. السؤال بقى يا صاحبي، هي الويت هاند دهيت هتاثره بايه؟ الكتريك ايه؟ الكتريك شوك. الكتريك شوك تمام. يبقى السؤال بقى كده هحط قبلها كلمه نوت. نوت نوت ديل ويز الكتريستي ويز ويت هاند. ما تتعاملش مع الكهرباء بايه؟ بايدين مبلوله، لان هيجي لي طبعا ايه يا جماعه؟ الكتريك شوك. طبعا دي سهله خالص. دونت بلاي ويز الكتريك كونكشن، اللي هو حضرتك ما تلعبش يعني، ما تسيبش اطفال صغيرين زي دولت اللي هم جماعه ايه يلعبوا، عشان لما هيلعبوا انت الطول يبقى شعرك اصفر وجميل زي الواد ده. ده بنت؟ اه والله بنت. ركز. ده يا جماعه طبعا واحد بيصلح كمبيوتر اهو او بينظفه. Don't fix أو clean. ما تتعاملش، ما تنظفش، ما تصلحش electric device which connected to the electricity. لأن طبعا ده اللي هيجي لي يا جماعة. ها مين يقول؟ بير ولا فاير ولا شوك؟ شوك تمام. Don't put the electric wire connection on the ground. ده هيعمل لي سلايدنج داون. حد يعرف سلايدنج يعني ايه؟ الزحلق. ديسكونكتنج يا مستر. ايوه. مش السلايدنج داون هتبقى اندايركت؟ اها تمام. ديسكونكتنج يعني افصل. ادي المكوه اهي، الراجل بيفصلها قدامك اهو، اللي هو شفتوها كل ماشي. نت ديسكونكتنج ده الكتريك، ديسكونكتنج ده الكتريك ماشين ويتش جنريت هيت بيفور وي اند، قبل ما ننهي. فاكرين ده؟ اه. النون انزيوليتنج، هل ينفع نسيبها نون انزيوليتنج؟ لا طبعا لا. اخر حاجه بوت بلاستيك بيسز ان ذا سوكت، يعني في محلات يا جماعه الادوات الكهربائيه بيبقى فيه عباره عن الاجزاء دي، تحطها في الفيشه تخلي المكانين اللي بيتحط فيهم الفيشه يا جماعه مالهم مقفولين ولا مقفولين؟ مقفولين. فانت لما هتقفل المكان ده لو جاء طفل صغير يلعب هل هيحصل له تشوك؟ طبعا لو ملاحظ ان الكلام ده كله هم 10 بس فيهم 5 أو 6 انت عارفهم قبل كده، هتحط لهم كلمه ايه بس؟ نوت. انا هوقف الريكورد يا جماعه قبل ما اوزعوا الكتب بعد اذنكم. مستر حضرتك خد اللي هي البيرن واتش ريزلت فروم الكتريستي that cause damage يعني دمار البادي تيشو. الريزونز اكتب عليها سيف. apart of your body touch a source of electric current intensity so this case الالكتريك بيرن حصلت بسبب الشوك. apart of your body touch a fire او spark من الالكتريك فاير. A part of your body touched the electric machine which generate heat. فين يا يد كتابة؟ عندنا طبعا يا جماعة هعلم لك صح ده علم تذاكر صح، لأنها متاخدة قبل كده صح؟ صح غلط. إيه غلط دي يا مستر؟ إن إحنا لسه
نذاكرها اللي هو don't insert metallic A object inside the socket. غلط، لسه هنذاكرها اللي هي don't touch the electric machine وايدينا wet. غلط، ما اخدناش قبل كده don't play with electric connection. بس ده مش نمبر 4 كنا واخدينها قبل كده او واخدين واحده شبهها يعني. وسط الشرح، اه وسط الشرح. نمبر 6 اهي غلط، don't fix او clean. 7 don't place the electric A wire extending on the ground عشان ما تزحلقش او ما تكعبلش. صح، اخدنا قبل كده اللي هو disconnecting. صح، واخدناها قبل كده. اخر واحده غلط. تعالى كان عد كام؟ ادي اثنين صح، اربعه صح، يبقى هتذاكر سته. نصيحه، لو ذاكرنا النهارده مثلا اثنين او ثلاثه وبكره اثنين او ثلاثه عشان وانت بتذاكر، يبقى كده الدنيا هتبقى اسهل بالنسبه لك. افتح لو سمحت الايه؟ الهوم ورك. اوقف بس ريكورد عشان النهارده الاونلاين هم اللي هيبداوا. هنبتدي من 15، هنبدا من اول 12 عشان نراجع الهوم ورك. يلا يا مؤمن وائل. يا مستر واخد غيابك يا مؤمن، ما تقلقش، ما كانش في هوم ورك. من اول كام؟ 15. اتفضلي يا استاذه هيا. يا هيا، اللي هشوفه يتكلم هياخد عصايه بلاش. ايوه، ما ده هنحله يا جماعه، هنكمل الحلول النهارده. يلا يا هايا. تمام يا مستر. الالكتريك شوك مي كوز، ممكن تسبب، اخدناها النهارده. هكمل 15 يا مستر. اه 15. اه الالكتريك شوك ممكن تعمل اللي خدناها النهارده. الكتريك بيرن نمبر 16. يلا يا يادي يا بشير. ما ردش. ريتال. ايوه يا مستر. يلا يا ريتال. Which of the following is are the reason of the electric burn؟ ايه هي اسباب الالكتريك burn؟ You touch electric machine generate heat، تلمسي مثلا زي مكوى. You touch insulated wire. You touch spark اللي هي الشراره اللي طالعه. A و C صح، تختاري مين؟ A يا مستر. غلط، A و C. على فكرة السبارك برضو ممكن تعمل. يلا يا يوسف يا هدهد. To avoid the electric shock، عشان أحمي نفسي من electric shock، you shouldn't، لازم ما تعملش إيه؟ touch naked wire، ما تلمس ال naked wire، ما تلمس ال electric machine وأنت إيديك مبلولة، بوت ميتاليك ان ذا الكتريك سوكت، ولا التلاتة؟ اي بي سي. اي بي سي. سارة. ايوه ايوه يا مستر. ايوه، ما انا لو ما هو بكتب لك فوق دونت شودنت. يلا يا سارة. which of the following is from the equation؟ مين في دولت من الايكويشن اللي انت لازم تعمليها؟ نمبر سي. نمبر سي، تمام. ما نضفش الجهاز وهو متوصل بالكهرباء. نمبر 19. يلا يا يادي يا كحله، ده هنا مؤمن هنداوي. تاخد دورك، انت تاخد دورك هنا. ايوه يا مستر. ذا الكتريك وايرز ار ميد اوف الكبر. كبر، شكرا يا مؤمن. هنا السكري. الكتريك وايرز ماست بي كفرد ويز بلاستيك. بلاستيك. وصلنا في الصح وغلط لحد كام؟ نبدا من اول 16. هنبدا من اول 16. تمام. يلا يا لمار، الدور عليكي. touching spark resulted from the electric fire was electric shock. غلط. غلط، electric burn. ابو وافيه. معاك يا اتفضل. لو الشخص اللي حصل له electric shock ما بيتنفسش، لازم اعمل له artificial breathing على طول. صح. ابو وافيه ما بيردش. حسين.
مستر هو قال صح يا مستر. معاك يا مستر. اه تمام تمام تمام. يلا يا نمبر 18 ريتاج. يلا ريتاج. تبقى ترو صح. A wood bar is used to push. تمام صح. روينة. Yes, mister. هتبقى false. Electric fire damage. تمام ده electric burn. مستر المفروض نمبر 17 غلط ان احنا الاول بنبدأه ان احنا نوسع الهدوم ونفصله الكهرباء وبعدها. ده هو بيقول لك في العام لو عايز افصله افصله بود بار. فاهماني؟ طب كام 17؟ مش ايه؟ بتكلم عن نمبر 17 اللي هي بتاعت the injured with an electric shock can't breathe. اه ما هو بيتنفسي هعمله الارتفيشال على طول. تمام هنحل 10 و11. يلا يا هنا يا عقده. يلا يا هنا. A danger that occurs when we put a part of your body touch a wire that has electric current والجزء الثاني على good conductor electricity. يعني ماسك سلك وايديا واقفه على او رجليا واقفه على ايه؟ كرسي معدني. Electric shock. Electric shock. عمر بلال. One of the danger of electricity that cause damage of the tissue of the body. يا مستر. يلا يا عمر دي اسمها ايه؟ one of the dangers electric shock. قول يا عمر. electric burn. الكمبليت وصلنا لحد seven. I've done out well. احنا اخدنا من كام لكام؟ 12 24. طيب 12 فاير وتشوك. انكريزنج تمبريتشر هيعمل الكتريك فاير. بليسنج فلامبل ماتيريال فاير. بلاجنج كوز ذا اوفرلود ذات ليد تو فاير. طبعا كوزز اوفرلود الكتريك اوفرلود. طبعا الثلاث اسباب اللي هو نص ديسكونكتنج والحاجات دهيت. 17 الكتريك ايرون بوت كلوز تو سيرتنز هيعمل فاير لان سيرتنز يعني ستاير. امبيور ووتر كانت بي يوز تو بوت لان هي جود كوندكتور اوف الكتريستي. مين شاطر بقى لو خليت الامبيور بيور ينفع؟ لا ينفع. لو بيور ووتر البيور ووتر بتبقى باد. بس هل الميه يا جماعه بنسبه 100% بيور؟ لا. يعني لو جات لك بيور خد بالك بيور بيور ووتر ميه نقيه جدا اللي هي بتتحط في في الدواء اللي ماما بتخففه في الصيدليه فاكره؟ وي كان بوت اوت. اتفضلي يا مارلي. The fire from electricity. اه معلش انا فكرته عايز ليه السبب. From electricity. تمام. We can put out electric fire by a regular fire, regular by water والتانية by sand. You can't put out the electric fire with water because water is good. 21. Not result from passing an electric current through the human body. Shock. 22. Electric current. The time. واكتب كلام كامل طبعا. Time strength. 24. Chuck, the body burn resulting lead. تمام يبقى 25 بقى نبدأ بقى. يلا بس انت جندي. The body burn الجسم يتحرق resulting from the electric current lead to اسمها ايه اللي احنا اخدناها؟ electric burn. ايوه مستر يقول لك ايه اللي بيحصل 24 electric shock. يقول لك ايه اللي بيحصل يا صاحبي؟
يلا يا مريم يا غباش. مريم نقط ونقط are some causes. دي لسه ما حفظناهمش. ماشي هقول مثلا يا جماعه ان انا لمست دايركتلي الالكتريك كاي كارنت او لمست الكتريك ديفايس ويتش جنريت هيت. قولي يا مريم اللي بعديها فروم بريكويشن. قولي ان شاء الله لو بالعربي حاجات بعملها عشان امنع اتعامل كويس مع الالكتريستي. خدي اي حاجه من الحاجات القديمه وحطي كلمه نوت. ها not clean and fix the electric device which you connected to A. اللي متوصل لايه؟ للالكتريستي. يلا بينا حاجه ثانيه. يبقى هيعملوا ايه بقى؟ بلاي دونت بلاي with electric connection. نمبر 28 يلا يا لوجين. with hand. شكرا. 29 براء. You shouldn't touch the naked. naked اللي هي non insulated. يلا يا استاذه بسنت. You should place a piece of plastic. برافو. يلا عزاز. We shouldn't place flammable materials such as furniture and كاربتس. ماشي كلوز تو جنريت هيت such as electric heater. الباشا قاعد بس بيبص وبيضحك ولا بيكتب. مش عارف الحل. يلا شيني. electric cable are covered by insulated. نقفل الموبايل يا جماعه لو سمحتوا. يعني عازق. تمام. الجيف ريزون كنا اخذنا كام واحد يا جماعه؟ حد ناين. حد ناين. طب نراجع كده. يلا يا مهدي بصوت عالي اتفضل. للالكتريستي نيسيسري. تمام هقول الثلاث حاجات الاولين خالص اللي هو الكوك والبريزيرف واللايتنج والاوبريتنج ماشين. خليفه. If we insert an electric A iron nail in simple electric cell الكرنت والباس روات. تمام لان الايرن نيل از جود كوندكتور. اللي بعده لو حطينا وود ليه ما تنورش؟ تمام اللي هو باد. نمبر 4 ليه الالومنيوم از كوندكتور؟ حديني. بيكوز اتس ماتيريال ويتش الاو. علاء ليه البلاستيك انسيليتور؟ احمد يا علاء. للبلاستيك انسيليتور بيكوز تعريف الانسيليتور. doesn't allow. تمام. نمبر 6 يلا مارتينيوس. not placing flammable material. ليه؟ ايوه لازم يا جماعه نكتب to avoid. To avoid طبعا اللي هو الايه الالكتريك ايه فاير. نمبر 7 بلاجينج مور ذان وان ماشين كوز الكتريك فاير. ادي جايه في الامتحان هيحصل الكتريك اوفرلود بعد كده وايرز هيت اب causing electric fire. اللي بعده we must disconnect the electric current from the electric machine. اللي عليه الدور مارك to prevent the electric fire. water is not used to electric fire. ليه ايات؟ because it good conductor of electricity. مستر في نمبر 8 كتبت because it causes increased temperature of the machine that lead to electric fire. تمام. نمبر 10 يلا يا استاذ عمر. not placing
not placing metal thing inside the socket. أيوة. لا مش electric fire. مش electric fire. انت هتحط معدن وانت ماسكه في الكهرباء، ايه اللي هيحصل لك؟ To avoid electric shock. اللي بعده. اتفضل. يا باشا ميتال معدن حطيته في الكهرباء. يلا بينا. اتفضل يا زياد. Placing a piece of plastic. ليه بتحط حته بلاستيك يا زياد يا جوهر؟ في السوكت. To avoid ايه؟ To avoid برضه electric shock. Number 12 اتفضل. Pushing the injured by anything non-contactor. تعرف تعزل يعني ايه؟ To insulate it عشان اعزله. Number 13 يلا يا عبد المنعم يلا يا بردان. The electric heater must not to be placed close to furniture. ليه ما ينفعش تحط السخان جنب الاساس بتاع البيت ستاير وكده؟ To avoid ايه؟ Electric fire عشان ما يحصلش فاير. اللي بعده مين اللي بعده؟ اتفضل يا زياد. We must not touch any electric machine with wet hand. Burn. Shock. عشان ما تكهربش. Avoid fixing or cleaning. صاحبي ها. To avoid electric shock. Number 16. يلا يا عبد اللطيف ولا حد جنبك. يلا غزال. الالكتريك كابل بيبقى بتغطي بانزوليتد ليه؟ تو افويد ايه؟ تخيل كده السلك ده انا شلت منه البلاستيك ده، ايه اللي هيحصل لي؟ تو افويد الكتريك شوك. يلا يا عبد اللطيف. الكتريك واير ار ميد اوف كبر. تمام جود كوندكتور. يلا بينا كوريكت. اول واحده مين اللي بقى؟ مين اللي بعدك؟ حد جنبك؟ اتفضلي يا رحمه. الاثنين اللي هنا الاول بعد اذنك يا سميه. يلا يا رحمه. اول واحده ايرن، الثانيه الكتريك كوندكتور. سميه نمبر 3 الكتريك شوك. نمبر 4 جنى الكتريك تاتشنج انيكد واير that has an electric current. Shock. Electric insulator هتبقى مارلي. Conductor. Electric conductor تبقى insulator. الفاير sand. تمام. 9 طبعا it contains water. دي هتبقى جود وود او بلاستيك. نمبر 11 كوندكتور لا كوزنج از دامج بيرن مستر الكتريك بيرن. قبل الاخيره فاير. الاخيره فاير مستر قبل الاخيره بيرنز. تاتشينج سبارك. فضل كم واحدة بوت هابن؟ اي مستر 14. طب احله أبيسو... لا انا هحله. ابيس اوف كبر اتحطت في سمبل الكتريك سيركت، الالكتريك كرنت والباص واللامب لايت. الثانية زيها ولا عكسها؟ عكسها. يو بليز الكتريك هيتر يبقى هتعمل فاير. Plugging fire. Touch shock. اللي بعديها shock.
اللي بعديها تشوك. تشوك نمبر 9 الالكتريك فاير لو بوظتها بالووتر هتبقى دونت. بوت اوف مش هتنطفي. الفاير الانجليزي وممكن هارمز ريسكيو. تمام. شوك بيرن. شوك ان الكتريك ايرون. ايرون يبقى بيرن. طب احنا ممكن نقوله ايه؟ تاتش ويز كونكتد بيرن. شوك نمبر 12 بيرن ولا شوك؟ اتهار اس هتضرنا. ويز دينجرز باضرارها. طبعا الجزء اللي فاضل اللي هو الكومبير والوات از مينت باي. مستر يا نمبر 12 هي ليه مش شوك ليبر؟ لان حضرتك ماسكه الكتريك ايرون. ايرون مكوى. تمام. يبقى احنا كده يا جماعه هنقدر نخش بعد كده ليه لسه كام